هذه طريقة المكبوس الكويتي الصح. ننزل الدياي تكون منظفة، على ننزل عليهم الماء يكون فاتر عادي، فوق الدياي بشوي نضيف شوية زيت، عود دارسين، ورقتين غار، قفشة فلفل أسود حب، نتفة كركم، قفشتين ملح. نقل النار وننطر الدياي يستوي من 25 دقيقة ل 35 دقيقة. نشيل الدياي وننطرها تبرد ونشخل الماء. الزيت تكون حرارته وسط، ونقعد نقلب بالدياي لين تتحمر ويانا عدل. أجيب 3 أكواب عيش أحطهم بمشخال وأجيب مثل كذي بادية فيها ماي وأقعد أنقعهم 3 مرات تقريبا، وكل شوي أنظف الماي. تمام، العيش أهم شيء إن تنظفونه شوي شوي عشان لا يتكسر وياكم وقت الطبخ. تخلونه منقوع بالماي من نص ساعة لساعة. شغل النار على حرارة عالية، أنزل بصلتين مقصصين مكعبات دون أي إضافة. جدر ماي صغير، أنزل كوب نخيل. بعد ما يتغير لون البصلة أنزل قفشة ماي بس عشان يعطينا لون. نسوي الحركة مرتين. نحط النخي بعد ما مر عليه 10 دقائق، قفشة صغيرة دارسين، ملح، فلفل أسود، ولومي بودر، ربع كوب زيت زيتون. طفي النار ونحمسهم مع بعض. الحشو جهز، ماي الدياي يكون حار. نحط العيش ونحركه شوي شوي. عيار الماي فوق العيش تقريبا صبع واحد، تالي عياركم الملح. هم نخلط كذي شوي شوي. سكرون الجدر 5 دقائق على نار عالية لين ينشف الماي. نجيب شوية ماي نحط عليه زعفران، خلطه شوي. نحط قفشة ماي ورد وهم قفشة هيل مطحون، خلطهم شوي ويا بعض ونصبهم على العيش. تالي نحط الدياية المقلية ونحط الحشو. سكر جدرنا على نار هادية 15 ل 20 دقيقة. نحط شوية زيت، لهم بصل ناعم شوي تقريبا نص بصلة، بصتين ثوم، نحمسهم تقريبا دقيقة لدقيقتين ويا بعض مع علبة معجون طماط. نضرب طماطتين بالخلاط ونحطهم وياهم لين تحسون الطماط ذاب شوي. قفشة صغيرة كزبرة بودر وملح، تقريبا نص كوب ماي حار. نسكر جدرنا وننزل النار تقريبا 10 ل 15 دقيقة. كذي يكون جاهز ويانا الدقوس ومضبوط. الحين نجيب الجدر، نشيل أول شيء الحشو ونشيل الدياي المقلي، نجيب قنشة ثانية وننشب العيش بالطريقة اللي انتوا قاعد تشوفونها هني. تمام، نحط الدياي، تالي نزين قنشتنا بالحشو، بس كذي يطلع معاكم المكبوس الكويتي الصح.